وسهلا فيكم بحلقة جديدة من ولا طب. موضوعنا لليوم عن أنوركسيا، أنوركسيا نيرفوزا اللي هو اضطراب بالأكل. اليوم بدي استقبل ضيف جديد بيعاني من هالحالة اللي هو شيف ريشار. بونجور مايا، بدي كمان اقول بونجور للمشاهدين. يعني مشكلة كثير كبيرة، عم بعاني من أنوركسيا، يعني بدي مساعدتك وأنا كثير بحاجة لك اليوم. أنوركسيا شيف هي اضطراب بالأكل، نوع باضطراب الأكل بيكون حدا عم بجوع حاله قد ما فيه بيصير كتير 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 ضعيف، بيصير لدرجة إنه ما فيه غير جلدة وعظمة. أنا صار لي 24 ساعة عم بشكل شيء. بعتقد شيف ريشار قلت أنا صار لك 24 ساعة عم جوع حالك لحتى نعمل هالحلقة. بالضبط، وأنا مش أكل شيء، يعني بدي أشوف كل شيء عم بطلع قدامي بدي أكله. تاكله، خايفة تأكلني بس تفضل. شكرا لك مايا، اليوم مايا حابة تستلم مقدمة، فعلا مقدمة كتير حلوة وكتير نحن بنعاني منه هالمرض فينا نقول. مظبوط. بس أنا أكيد صحي وصحي مثل وصحي و صحي وسليم. سليم مثل ما بقول. بس نحن اكيد رح يكون في عنا اطباق شهية اليوم ومايا رح تكون معنا. الطبق الاول رح يكون من السلطه. شو هي السلطه؟ خلينا نشوف المكونات. مكونات سلطه الكراب مع جبنه الفتا: 200 جرام خس، 200 جرام بندوره، 200 جرام خيار، 200 جرام جبنه فتا، 200 جرام أصابع الكراب، 200 جرام فليفلة خضراء، 20 جرام زيتون، 20 جرام فجل، 100 جرام مايونيز، 50 جرام لبن، 30 جرام عصير حامض، بابريكا رشة، أوريغانو رشة، ملح حسب الرغبة، وفلفل حسب الرغبة. لكن مايا اليوم مثل ما شفتي هالأطباق اليوم، يعني نحن دخلنا الجبن البيضاء اللي فيها كالسيوم، دخلنا الأصابع الكراب اللي فيه كمان أوميغا، بالإضافة إلى أنواع الخضروات، وكمان في عنا كمان صوص من اللبن، لبن مع المايونيز حتى نعطيها نكهة ومذاق رائع. صوص اللبن كتير طيبة، كمان فيها منيح بروتين وكالسيوم مثل ما انت قلت. يعني هون عم نختار البياض، ديري برودكتس البياض، وبروبيوتيك كمان كثير منيح للمصران. عصيرة الأنوركسيا. اوكي. الأنوركسيا هو عن جد مرض كثير عم بيكتر بكل بلدان العالم. هو نوع من اضطراب بالأكل، في سيب البنات مثل ما بيسيب الرجال، يعني النسوان عند الرجال. وكمان عادة حالة هالاضطراب بيكون موجود أكثر عند النسوان لأنه معرضين هن أكثر يتأثروا بفكرة الدايت ونظام غذائي وحمية غذائية، بيقروا كتير مجلات عن الحمية الغذائية وشو هلأ دارج الفاشن، بدون بيتأثروا كتير بالفاشن تيكونوا ضعاف مثل الفاشن مودلز. هلأ هيدي عادة هالمرض بنلاقيه كتير عند الأدوليسان بصغار بالعمر بين 15-18 سنة. وعجباً أنه في عالم بتفكر أنه الأنوركسيا هو مرض بتعلق للغذاء، هو اضطراب بالأكل، بس هو بيسكلي مرض بسيكولوجيكي، أنه سايكولوجيكي نفسي، يعني فينا نفسي. مظبوط. أوكي. هيدا المرض كيف ببلش؟ أول شيء في ثلاث عوامل معقول يأثروا بالشخص، بالأخص هو عمر صغير معقول يصير معه مرض الأنوركسيا. فيكون هو بحالة نفسية كتير تعبانة، عنده ديبريسيون، وحيد، حاسس بقلة الأمان، حاسس أنه هو منه قادر يكون عن كنترول مع حاله. قلة الغرام كمان بتفيدي؟ معقول كمان الوحدة، مثل ما قلت الوحدة كمان كتير بتأثر. هيدا الاضطراب النفسي بيكبر معه، بده يحس حاله بقوة تجاه العالم. القوة الوحيدة اللي بتميزه عن غير العالم هو التالون، الميزة انه بيقدر يخسر وزن بسرعة. عنده بيصير هيدا الميزة انه بدي اخسر وزن تكون عندي كمال بمحل معين. تترجع السقف، يعني في عنا شغلتين كمان بالكاركتر عند الشخص بيكون عنده أنوركسيا، بيكون عنده قلة ثقة بالنفس كمان، وعنده كيدا هيدا طابع الكمال انه بدي كل شيء اعمله بيرفكت. بتأثر هالشي كمان حسب الأهل والأنتوراج تبعه للمريض، إذا كتير بضلون ضغطينه أنت أحسن ولد يقبلني إن شاء الله. عرفتوا الأهل تغنية زي هاي بغنجوبة دلع كتير أنا إياها لبنانية، بنحب دايما الولد نعطيه بننفخه من نعطيه أوفر، يعني نعطيه أوفر، وبيكون هو بيكون ولد ثقيل هيك وجلق كمان أوقات مجلقه زيادة. بس هو حرام، يعني أوقات الولد بعيش باضطراب مع حاله إنه لازم يفرجي دايما لأهله إنه هو كامل،
متكمل. هلا كيف ببلش عنده مثل هيدا من جوا بدي اضعف. عند البنات اكثر شيء بتتاثر بالانتوراج تبعها برفقاتها اذا هن كمان اضعف بصير بعد بلش تضعف. فهون ببلش الضعف الغير صحي، يعني الفرق مش انه عم نحكي عم نضعف بطريقه صحيه وعم ناكل اكل صحي، ببطلوا بيمتنعوا عن الاكل عن كل الاكل وبصيروا يكذبوا على الاهل انه هن عم بياكلوا، بس اوفات بيكونوا ما عم بياكلوا، عم بيكبوا الاكل وعم يجبروا حالهم انه ضعف ستارفيشن. مزبوط، بصيروا يجوعوا حالهم. فهلا شو الخطوره بالموضوع؟ انه عم نفقد جسمنا بصير يضعف. هيدا الضعف مش بس انه عم نشيل شحم، عم نشيل من كل من العضل تبعنا، قلبنا بصير يضعف، الكلاوي بصير يضعفوا اذا بنضلنا نجوي حالنا لفتره طويله. وكمان مريض الانوركسيا يعني بصير اول شغله بده يضعف بسرعه وبيضل يشوف حاله ناصح، يعني عنده هيدا الديستورتد بادي ايمج والصوره مشوهه عن جسمه، بيطلع بالمرايه بيلاحظ حاله دائما ناصح، بفكر حاله دائما ناصح بس هو بيكون كثير ضعيف. فبصير هيك عقله يفكر انه هو كثير بعده ناصح، بالاخص بصير يشوف كانه بمحلات معينه اخص البنات ما بيحبوا فيها يكونوا مليانين، بيعصبوا كيف انه بعده ناصحين من هالمحلات بس وفات هن بيكونوا كثير ضعفوا. وكمان كيف انا لاحظ انه بتيجي هيك افكار مايا مثلا؟ ايه على الاولاد بالاخص، لما نلاحظ انه أخص البنات بلشت ما تاكل أكل صحي، بلشت توقف عن الأكل، ما عم تاكل وجباتها على الآخر، بلش في مثلا نوع من الكذب، مثلا أكلت أكلك اليوم؟ إيه أكلت وعم باكل البوشونات لازم أكلها، بتكون هي ما عم تاكل شيء ومبين عليها عم تضعف، يعني مش معقول الولد الصغير عم بياكل الأكل بوشونات مضبوطة وبكون عم بيضعف. سو هيدي طريقة التصرف. كمان لما دائما تقول بدي أضعف بدي أضعف، تعيدها كذا مرة لازم أضعف، أنا كثير ناصحة، إنه لا مانيك ناصحة، وبتكون هي عم تضعف بعدها شايفة حالها ناصحة، هي كمان بلشت يبلش على اليمين. هيدي اللي عم أقول كطريقة تصرف. نعم. مايا هون نحن بخصوص السلطة طبعاً عملنا عم نحط أول شيء رحتها للخس، البندورة، الخيار، الفليفل، الفجل، الفيتا تشيز، كمان عم نسين بأصابع الكراب حتى نعطيها كمان مذاق رائع جدا. اكيد رح نضيف لها كمان صلصه كثير طيبه من اللبن مع المايونيز. كمان حط لها اذا بنحب نحط لها عصير حامض او عصير الخل حسب الرغبه. كمان هون رح نضيف اكيد الزيت، الزيتون نتفه صغيره او الزيتون اسود. كمان هون هلا بتشوفي منها السلطه الطيبه بتعطي فعلا، يعني اليوم وجبه مثل هيدي بعتقد انه بتريحنا نفسيتنا ويمكن بنشد فكر العقد اللي انت عم تحكي عنه. مزبوط، يعني هون عم ناخد البنت اللي بدها تضعف بطريقه صحيه، يعني هون ناخد ارشادات كثير مهمه، انه مش مهم ان نكون عم نتبع حميه كثير قاسيه حتى نضعف بسرعه، يعني الضعف بسرعه كثير خطر بيردنا على مشاكل صحيه كثير كبيره. اوكي، هون بهالطريقه لما ناكل طبق مثل هيدا متنوع فيه كثير خضار وفيه كثير بروتين وما فيه زيوت، يعني ما بنعطي الهم هون، بنصحها لبنتنا اذا هي بهمها تضعف ما تفوت بهيدا السندروم الاضطراب النفسي انه هي كثير ناصحه، بتكون هي عم تشبع وما عم تنصح نفس الوقت. نحن هون مايا مثل ما شفتي حطينا مايونيز، اكيد رح نضيف كمان شويه مايونيز. ايوه هيدا لايت، مايونيز لايت، نتفه صغيره ومع نتفه ثانيه كمان الملح. كمان هون رح نضيف عصير حامض بتزيد حتى يعطي مذاق طيب مع السلطه. اذا كمان بتحبوا نقطه زيت زيتون على الخفيف كمان تعطي فليفرز. وهون بنحركهم كله مع بعضهم البعض وبنرجع رح نضيف لهم اللبن حتى نبردها شوي للصوص، حتى لبن بيعطي نكهه كثير طيبه كثير فعلا وهيلثي، يعني هون لبن ببردها بيعطيها النكهه الطيبه. هون رح نضيف لها كمان شوي اوريجانو، وشايف فينا كمان تعلمت رسات لبن كتير مهضومة وكتير طيبة. بدل ما نحط مايونيز فينا نحط لبن وخردل، ايه اكيد غير الصوصات العادية اللي نعرفهم. شوية ماجي، بودرة الماجي، ماجي مرقة الدجاج، مرقة الدجاج البودرة هيدا الكوب الصغير. أوكي. مع اللبن كمان بيعطي طعم كتير طيب. عظيم. هون لكن نحن رح نضيف كمان هالصلصة. هيك كمان شوف قديش هالصلصه بتحسيها فريش، كري فريش. حتى كمان هالصحن خرج ترويقه، مثلا اذا واحد ما بده ياكل مثلا شيء ثقيل بينبسط فيه، البلا كثير طيب. هون الصوص حسب الذوق، فيه منيح كالسيوم هالطبق شاب.
ما بين الفتة واللبن وال... هون نحن كمان بيعنا شوية ترش بابريكا هيك رشة صغيرة ترش وكمان الفليفلة حتى تعطي مذاق رائع. ونحن كمان بهالوقت مشاهدينا الطبق الأول صار جاهز، أكيد رح نروح لفاصل صغير ونرجع مع مايا خلف. وعودة من بعد الفاصل ومع ضيفتنا اليوم اختصاصي التغذية مايا خلف. كيف بدي أقول مايا دياب بس طلعت مايا. عندك عادة تخلط بالأسامي. الأسامي مضبوط قد ما بشوف عالم كثير بضلني بنسى. رح يكون في عندنا طبق ثاني كمان شهي كثير، وطبق ثاني كمان من الدجاج مع الخضار وصحي، وكمان رح نفوت معه الكينوا. واكيد الكينوا بتعرف نحن كل كبايه كينوا بينعمل كبايتين مي او كبايتين مرقه حتى نسلقه، والخضار مسلوق. خلينا نشوف المكونات نرجع معك. شو رايك مايا؟ اكيد يلا. مكونات الدجاج مع خضار الربيع: 200 جرام صدر دجاج، 100 جرام جزر، 100 جرام بطاطا، 100 جرام قرنبيط، 100 جرام كوسا، 100 جرام كينوا، 100 جرام ذرة، 100 جرام شمندر، حامو للزينة، أوريغانو رشة، ملح حسب الرغبة، وفلفل حسب الرغبة. لكن مايا مثل ما شفتي هالطبق قديش غني بالخضار، بتشكيلة الخضار وأنواع الخضار. نحن هون كمان جهزنا القرنبيط حتى نسلق القرنبيط والكوسة والجزر والشمندر، يعني تقريبا أنواع عديدة من الخضار حتى نسلقهم ونتلذذ بنكهة الخضار وبقرمشة الخضار الشهية. أنت مع الخضار لو حد يعني انه اهم شيء دائما واحد يعمل دايت او بده يخفف اكيد ياكل خضار. حتى كمان دائما بعطي ملاحظه عن الخضار الني والخضار المسلوقه، انه دائما عاده بنخسر شوي من كميه المعادن والمي بالخضار المسلوقه، سو وبنكسب شويه زياده نشويات. سو بنعادل دائما حصه خضار ني قد نص حصه خضار مسلوقه. هلا تنرجع على حديثنا عن الانوركسيا. أنا عندي سؤال لك، إجيك شي حالة مريض مصاب بالأنوركسيا؟ إجاني حالتين وكمان كانوا صغار يعني بالعمر، مش كبار. عادة ليه بنقول عمر بين 15 و18 المرة بالأخص المرة أوكي. عندها بصير كثير تهتم، بهمها تهتم بشكلها، وأوقات تهتم بشكلها بالطريق الخطأ، يعني أوكي. إرشادات بركي بتقريها بالمجلات، بركي بتشوف غيرها بالمجتمع، بتأثر بغيرها. فهون عنا كيف ننتبه، في سوبر لازم يكون معنوي من الأهل وكمان من طب. إذا وصلت لحالة كثير خطرة إنه فقدت كثير من جسمها، إن كان وزن كثير كبير، أكيد في هو السوبر الغذائي بتاخذه كمان من الديتيسيان. حلو، هون بدي أقول لك شغلة مايا، إنه اليوم الكوسة كثير بيحتاروا كيف بدي أقصوا خيار للسلق. هي الكوسة يقصينها بالنص، فينا نعملها بهالشكل أوريجينال، بيطلع شكلها مهضوم. كمان نفس الشيء فينا نعمل الجزر، إذا في حال كنا بدنا نقص جزر نعطيه شكل مهضوم كمان مثل الكوسة، فينا نقص بهالشكل حتى تطلع اول شيء سهله المذاق. نحن بنتناولها بالشوكه وهيك بيتقطعوا بطريقه سهله. نحن هون رح نسلقهم واكيد نرجع نضيفهم مع الدجاج. شو اللي قطعمين بتفتح النفس مايا؟ نحن عم ناكل هيك اشياء طيبه وشهيه، تفتح الشهيه عاده يعني في الخضار المسلوقه قليله تفتح الشهيه، عاده بتسد الشهيه لانه في الالياف، كل ما يكون في اكل غني بالالياف بنسد اكثر، بنحس بشبع اكثر. هلا عاده الاكل اللي فيه سكر، السكر سامبل ودغري بيعلي السكر بالدم بسرعه، هي الاكل يلي بنحس بنطلب اكثر، بنصير من بعدها نجوع اكثر. اوكي يعني كل ما ناخذ اقل الياف كل ما عم نحس بهيدا الجوع، مثل ما نقول يو كريف بالانجلي، هيدا الكريف اللحام بيتوحم واحد اللحام. الفرق رح اعطيك فرق بسيط بالشوكولا، مثلا ناكل شوكولا اسود كثير او شوكولا على حليب. اوكي بتحس بعد ما تاكل شوكولا على حليب بدك تاكل اكثر كميه اكبر، لانه بيعلى عنا السكري بسرعه والانسولين بتعلى بسرعه، ساعتها عم نحس بجوع بسرعه. انه عم ناكل شوكولا اسود بنحس انه في شبع، هيدي سنسيسيون شبع. ليه؟ لانه الشوكولا الاسود غني،
أوكي. لأنه بالمعادن وبالكمان فيه فيه ثيوبرومين بتحسسنا بالساتسفاكسيون نفس الوقت. أوكي. كمان بتحسسنا بال ما بيطلع السكر معنا قد ما ناخد من غيرنا. هيدا اكزامبل عن الرصب. تفتح الشهي. تفتح الشهي. هون احنا حطينا ملح وفلفل مايا والصدر الصيني لاثنين. هلا اكيد اليوم المخلات حامية. نطفي الزيت على الخفيف. بعدين شف كل ما يكون في زيوت عادة بنفتح الشهية أكثر. الأبيتايت كتير معلقة الشهية بالكمية الزيوت. مشان هيك عادة لما ناكل الأكل دسم أو نشم ريحة أكل الدسم نحس إنه بدنا بعد برشون أكبر، لأنه هيدا كمان فاستيميل أكثر اللاكتين والشهية. حلو. هون الدجاج بس نقصها لاثنين، تشبه معنا أسرع. هلا في كثير بنقوى بالخردل قبل شوي صغيرة حتى تطلع طرية. في بنستعملوا مقالي خاصة سميكي بنعمل تحت تسوي الدجاج بلا مي بلا زبده بلا زيت بنغطيها بتسويها لحالها خلال فتره معينه من الوقت. نحن عم نعملها بطريقه سهله وسريعه. اكيد الخضار كلها هون عم تنسلق مع بعض البعض مع شويه ملح خشن، ونحن هون كينوا للي سلقناها قبل بوقت، واكيد البطاطا اللي كمان سلقناها لانه بتاخذ معنا وقت. فهون البطاطا كمان رح نقدمها اليوم مع الدجاج. هيدي يعني تقريبا حصتين نشويات البطاطا لانه راس كبير. بالضبط. نحن حاطين نصها نحن تيكون عندنا شخص لواحد. واكيد هون كمان جهزنا نحن صحن السكب. حتى شف كنا عم نحكي لانه عن الانوركسيا لازم يرجع السوبر التغذيه بالحميه الغذائيه بعد ما نعالج مريض الانوركسيا. يكون عم ياكل كذا وقعه بالنهار، وكمان اكل يلعب على الشهيه. يعني هو شو اكثر اكل بحس بطاقه عاليه وبشهيه اكبر لعند هالمريض، كمان منحبس انه ياخده. مثلا هون تفتح الشهيه على الاكل الجريلد، كميه نشويات كبيره، شويه زيوت فيها، لانه عايز مريض الانوركسيا يرجع يكسب وزن. وكذا وقعه بالنهار وسناكات كمان بين الوقعات كثير مهمين حتى يرجع يحافظ على الوزن الصحي اللي كان قبل عليه. باي وزن خطر بصير عن الانوركسيا؟ يعني هو حسب الاشخاص، في العمر بيلعب دوره، في اكيد الطول، هون نشوف البادي ماس اندكس اللي هو الانديكيتر قد اذا صرنا كثير تحت الرينج الاندر ويت يعني الوزن الناقص. ففي اكيد العمر بيلعب، وال يعني فينا نقول لمريض لولد عمره بين 15 18 سنه اذا عم نشوف على الجروث تشارت اكيد تحت ال 45 40 منا ابدا محبذه، اذا بس عم نحكي دسم كثير فات ماس كثير خفت. هون نحن رح نضيف كمان الذره الصفراء، وكمان رح نروح. بتحبي هيك نفرجيك على اسرار مطبخ مايا؟ ايه اكيد. يلا رح نروح على فقره من اسرار المطبخ ونرجع معكم انا ومايا. بفقرة أسرار المطبخ مشاهدينا اليوم رح نعطيكم معلومة كتير حلوة. كتير من ستات البيوت بيكونوا عم يحضروا باستا بالبيت بيتفاجئوا إنه ما عندهم جبنة بارميزون. اليوم رح نعطيهم طريقة كتير حلوة سهلة التحضير، هيك بيشتروها مرة وبيخبوها لخمس ست أشهر بالفريزر ما بيصير لها شيء. اليوم نحن عنا جبنة البارميزون المعروفة دايما، هالجبنة الطيبة القوية الشهية الصلبة للي كمان سعرها مش رخيص، بس كمان بنفس الوقت نحنا طعمتها كتير طيبة. وأنا هون بركز دايما بس بدكم تاكلوا باستا ما تجيبوا بارميزون رخيصة لأنه ما بتطلع طيبة. هون نحنا عنا جبنة البارميزون قطعناها بهالشكل. هون كمان في عنا الميلة، دايما البرش البارميزون تكون على الميلة الناعمة مش على الميلة الخشنة، لأنه البارميزون دغري بدوب. ممكن استعمل المبرشة الكهربائية أو المبرشة اليدوية. شوية رياضة مش غلط إذا في حال استعملنا إيدنا شوية صغيرة. هون نحن عم نبرش هالجبنة الطيبة الشهية، بما أنه نحن اليوم نحن اشترينا كمية تقريبا فينا نقول نشتري كيلو ونبرشها، بتعملنا كمية كتير مهمة بهالشكل. نبرشها على الميلة الخشنة حتى نحصل على جبنة مبروشة ناعمة بهالطريقة. هون نحن برشنا الجبنة ومن ثم كيس المون الموجود عنا نفتحه بهالشكل ونحط الجبنة بقلبه. فينا نعبي نقسم عدة أكياس، يعني ممكن نجيب كيس أصغر أو ممكن نجيب نعبي نصه. بهالطريقة بنسحب منه الهواء تدريجيا، وهي طريقة حفظ ممتازة حتى نقفل الكيس جيدا بكيس الموني. طبعا بنحطه بالفريزر. هون نحن فينا نحط بعلبة بصحن، فينا نحطهم بالفريزر أو الثلاجة الموجودة عندنا هون بهالشكل. هون بنحطها بالفريزر من فوق
واكيد بتضاين لست اشهر ما بصير لها شيء، وفي حال شلناها من الفريزر ما بتكون متماسكه على بعضها دغري بتحل معنا. وهيدي كانت فقره من اسرار المطبخ، ان شاء الله تكون عجبتكم. وبعد طبعا هالفقره الحلوه كان عندي فكره انه فينا نحفظ البارميزون لست اشهر. لا هيدي ما كنت عارفتها. اخذت الفكره مثل ما انت بتفيدينا، نحن كمان بتفيدك مايا، واكيد نحن بهالوقت رح نروح لفاصل ونرجع معك ومع المشاهدين. وعودة من بعد الفاصل، وطبعا ضيفتنا اليوم مايا خلف، اختصاصية تغذية بكامل أناقتها، يعني فعلا اسم الله ما شاء الله عليك يا مايا، مش بس كمان هيك كلامك صحي وانت كمان حلوة ومهضومة. ميرسي شر. واكيد نحن عندنا هلا كمان متابعة الطبق الشهي، نحن حطينا هون سويت كورن، وكمان عندنا هون الكينوا، يعني كمان كينوا عم رفقها اليوم عم ندخلها بأطعمتنا. يعني اليوم شوف قديش هال عندنا اليوم هالطبق الصحي اللي نحن سلقنا على الحبوب، بس اليوم عم نعطي كمان مثل بقولوا غذاء كامل، كينوا بروتين الف وفيتامين بي. هون نحن عندنا الخضار سلقناها اكيد عظيم. انا دائما اليوم هلا زدت لك الخضره، اليوم عزمك على الغداء، صار كذا طبق شيف ما بيساعد، وبدي يصير انوركسيك مثلك كمان. اكزاكتلي. تنرجع على ست الانوركسيا، شو بدك تقولي لنا بعد؟ على شو بيأثر الانوركسيا؟ بس ما نعرف انه البنت اللي بتتعرض للانوركسيا عم تعرض كمان قدرتها للتفكير تحتها تدوب، بس كل شيء قدره على التفكير بتدوب، القدره الجسديه بتدوب، ضعف، بنحس بضعف فيزيك، ما في نشاط، ابدا ما في نشاط، القلب بيضعف، بصير دقات القلب على ابطا تشتغل، الميتابوليزم تبع البنت بتخف، شعراتها بتكسروا، ببطل في بدون علاج، ضفيرها بصير بدون علاج، سنانها بصير بدون علاج، يعني والشباب ما بصير معه هيك؟ الشباب كمان؟ الشباب اكيد، بس انا عم بقول لك يعني قليل الشاب، يعني نسبه قليله من الشباب بفكروا بصير عندهم هالاضطراب النفساني، ما ننسى انه المرأة بتتعرض لتغيير بهرموناتها بالاخص بهالعمر الادوليسان، هون كمان هالتغيير بالهرمونات اذا فاتت باضطراب معنوي بدأ اكيد حدا يكون حدا سوبر مورال كثير مهم المعنوي من الاهل من الطبيب ومن اخصائي التغذيه. حلو، هون نحن رشينا رشه اوريجانو، حطينا دجاج فوق البطاطا، حتى يعني نحن عم ناكل نتلذذ. هذا طبعا الطبق لشخصين، وهذا كمان سلطه لشخصين، يعني اليوم انا عامل حسابي وحسابك مايا حتى نذوقك اليوم. انا اليوم عندي علاج خاص للانوركسيا، اكيد شفنا ما بدي اياك بعد تذوب اكثر، بدي اياك تاكل اكل صحي. أنا أخذت كثير معلومات. ميرسي. رح ذوق، رح ذوق من السلاد. أكيد بألف صحتين هون. ميرسي شيف. أهلا وسهلا فيكي مايا خلف. ميرسي، فوالا. يعني فعلا أطباق شهية دائما مغذية. الأسماك كمان بتنصحي فيهم بالأسماك للمرة؟ الأسماك منيحة. أكيد. أكيد. اللحمة البيضاء. اللحمة البيضاء، عظيم. شو رايك بالطبق؟ ما دقتي بعد من هون؟ عزيم، بس شايف لانه صرت ضايقه من كل الاطباق. صحتين وهنا، صحتين وهنا. بس المهم ما بدي يصير معي انوركسيا مثلك، مشان هيك. لا انا بحب اقول لك شغله، انه بالعكس انا ما بني شيء صحي وسليم. في عندي شغله انه عندي حنيه زايده، هذه هي مشكلتي. هي كثير مهمه. حنيه على الطعام وحنيه على الحنيه، عرفتك؟ هيدي كثير مهمه، ان شاء الله دايما. شكرا لك مايا خلف لهالمعلومات الحلوه، بنتمنى لك دائما التوفيق والتالق الدائم، وعلى امل نشوفك كمان قريبا يا رب. وحلقتنا اليوم خلصت مشاهدينا، الى اللقاء.